أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في دروس. عنوان درسنا لهذا اليوم القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث، الجزء الثاني للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات، إعداد جواهر البلوشي وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرة جدا مهمة، وهي إيجاد ملتقى الارتفاعات في المستوى الإحداثي. رح نبدأ نتكلم عن هذه الفكرة، وفي البداية رح نتعرف على الارتفاع للمثلث. ارتفاع المثلث هو القطعة المستقيمة العمودية النازلة من إحدى الرؤوس إلى المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل لذلك الرأس أو امتداده. نشوف مع بعض الآن. ارتفاع المثلث هو القطعة المستقيمة العمودية النازلة من إحدى الرؤوس إلى الضلع المقابل أو امتداد، زي ما احنا شايفين هذا الضلع المقابل لذلك الرأس، يجب أن تكون عمودية. وعندي أكثر من شكل لها، هنا من B إلى، ننزل إلى الضلع AC ونأخذ مين؟ القطعة المستقيمة العمودية. وأيضا هنا AB يعتبر هو القطعة المستقيمة العمودية النازلة من إحدى الرؤوس إلى الضلع CB. ملتقى الارتفاعات، تتقاطع المستقيمات التي تحوي ارتفاعات أي مثلث في نقطة، هذه النقطة نسميها ملتقى الارتفاعات. نشوف مع بعض توضيح على هذا الكلام. تتقاطع المستقيمات التي تحوي الارتفاعات التالية AF CD وBG عند النقطة B، وهذه النقطة تسمى ملتقى الارتفاعات. يمكن أن تلتقي الارتفاعات إما في داخل مثلث زي ما احنا شايفين هنا، أو خارج مثلث، أو على إحدى أضلاع المثلث. إذن ممكن تكون في مثلث منفرج الزاوية وتكون خارج المثلث، في مثلث حاد الزاوية داخل المثلث، وفي مثلث قائم الزاوية تكون على إحدى الأضلاع. نشوف مع بعض أول مثال عندنا. إذا كانت رؤوس المثلث FGH هي الF سالب 2 و4، الG 4 و4، الH 1 وسالب 2، فأوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعاته. راح نقول مع بعض الخطوة الأولى نمثل المثلث بيانيا. نجي الآن في التمثيل البياني، الF سالب 2 و4 والG 4 و4 والH 1 وسالب 2، نحددها الآن على المستوى الإحداثي، وبعد كذا نصل بين الرؤوس. الخطوة رقم 2 راح نقول نوجد معادلة ارتفاع مين؟ F إلى المستقيم FG. إذا نبدأ نجيب الميل للمستقيم GH ونقول يساوي Y2 ناقصا Y1 على X2 ناقصا X1. إذا راح تكون 4 ناقص ناقصا 2 و4 ناقصا 1، ويطلع عندنا الجواب يساوي 2. إذا ميل ارتفاع جي اتش العمودي راح يساوي، لأن بنحسب ميل الارتفاع العمودي، ويساوي سالب 1 على 2. الآن نبدأ نعوض في قانون الميل والنقطة، ونقول واي ناقصا واي 1 يساوي ام اكس ناقصا اكس 1. نعوض الام استنتجناها قبل شوي، والنقطة المعطاة هي النقطة F. إذن Y ناقصا 4 يساوي سالب 1 على 2 X ناقص ناقص 2، يعني موجب 2. نحلها بشكل أوضح، Y ناقصا 4 يساوي سالب نصف X بسالب نصف X، سالب نصف 2 بسالب 1. بعد كذا بنضيف موجب 4 إلى الطرفين، يبقى عندنا y تساوي سالب نص x زائدا 3. بعد كذا بنجيب ارتفاع مين؟ g بالنسبة للضلع hf، ونقول يساوي الميل ل fh سالب 2 على سالب 4، 1 ناقص ناقص ال 2 ويساوي سالب 2. الآن نجيب ارتفاع الميل العمودي له
ويساوي بنص. الآن نعوض في قانون الميل والنقطة ونقول y ناقصا y1 يساوي m x ناقصا x1. نبدأ نعوض بالنقطة g. y ناقصا 4 يساوي نص x ناقصا 4. الآن بنضرب النص في x وتصير y ناقصا 4 يساوي نص x، ونص في سالب 4 بسالب 2. بإضافة موجب 4 إلى الطرفين y يساوي نص x زائد 2. الآن الخطوة رقم 3 نجمع المعادلتين y يساوي سالب نص x زائد 3 و y يساوي نص x زائد 2. نقول له بالجمع هذه الاثنين بتروح، يبقى عندنا 2y زائدا 5 وتساوي ال y لما نقسم الطرفين على 2 y تساوي 5 على 2. الآن نعوض في إحدى المعادلات لكي نجد قيمة y، وأخذنا أسهل وحدة اللي هي y يساوي نص x زائد 2. إذن 5 على 2 يساوي نص x زائد 2، ونجيب قيمة ال x وتساوي بالواحد. إذن إحداثيات ملتقى الارتفاعات هي 1 و 5 على 2. نشوف مع بعض سؤال جديد. إذا كانت رؤوس المثلث ABC هي 1 و 5 6 و 2 و 2 و 1، فأوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعاته. رح نبدأ في البداية نمثل المثلث بيانيا، نمثل النقطة 1 و 5 و 6 و 2 و 2 و 1. بعد كذا رح نبدأ الخطوة الثانية وهي أن أوجد معادلة ارتفاع A بالنسبة للضلع CB. إذا نجيب الميل لCB ونقول y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. 2 ناقصا 1 تساوي كم؟ 1. و6 ناقصا 2 4. نجيب الآن ميل الارتفاع العمودي لCB اللي هو 1 على 4، إذا راح يساوي سالب 4. الآن نبدأ نعوض في معادلة الميل والنقطة. عندك الميل بسالب 4 والنقطة إيه؟ 1 و5. نبدأ بالتعويض. y ناقصا y1 يساوي m x ناقصا x1. y ناقصا 5، طبعا احنا عندنا قيمة الـ a النقطة 1 و5 والـ m معروفة بسالب 4. إذا y ناقصا 5 يساوي سالب 4 في x ناقصا 1. راح نبدأ الآن بخاصية التوزيع ونقول سالب 4 في x وسالب 4 في سالب 1. إذا y ناقصا 5 يساوي سالب 4x موجب 4. نتخلص الآن من سالب 5 بإضافة موجب 5 إلى الطرفين، وصار قيمة الواي تساوي سالب 4x زائدا 9. نجي الآن للخطوة رقم 2، راح نوجد معادلة ارتفاع B بالنسبة للضلع مين؟ AC. إذا نوجد الآن الميل لـ AC ونقول له يساوي y2 ناقصا y1 على x2 ناقصا x1. هذه النقطة A وهذه النقطة C. إذا 5 ناقصا 1 1 ناقصا 2 ويطلع عندي يساوي سالب 4. إذا ميل الارتفاع العمودي لها راح يساوي 1 على 4. الآن عندك النقطة B 6 و2 والميل 1 على 4، روح طبقها الآن في معادلة مين؟ الميل والنقطة. y ناقصا y1 يساوي m x ناقصا x1. عوض الآن تعويض مباشر. y ناقصا 2 يساوي 1 على 4 في x ناقصا 6. 1 على 4 تضربها في x، و1 على 4 تضربها في سالب 6. الآن عشان نتخلص من سالب 2 هنقول بإضافة موجب 2 للطرفين، صار عندي y تساوي 1 على 4 x زائدا 1 على 2. الآن نحل المعادلتين الناتجة بالجمع، نجمع المعادلتين. طيب عشان أنا أتخلص من الكسور راح أضرب المعادلة في 16، صارت عندي 16y يساوي 4x زائدا 8، والمعادلة الثانية زي ما هي. الآن 4x مع سالب 4x بتروح، يبقى عندي 16y زائدا y ب17y، و8 زائدا 9 ب17. نقسم الطرفين على 17، قيمة y تساوي 1. الآن نعوض في إحدى المعادلتين، واخترنا هذه المعادلة الأسهل وهي y يساوي سالب 4x زائدا 9. عوض في قيمة مين؟ الy بواحد، صار عندي 1 يساوي سالب 4x زائدا 9. طلع قيمة x بكم؟ x تساوي 2.
إذن ملتقى الارتفاعات راح تساوي 2 و1. سؤال جديد: في الشكل المجاور، إذا كان AC ارتفاع للمثلث AED، مقياس الزاوية 1 هنا 2x زائدا 7، مقياس الزاوية 2 ب3x زائدا 13، فأوجد كلا من مقياس الزاوية 1 ومقياس الزاوية 2. أنا الآن أعرف أن الزاوية ACE هذه الزاوية مقياسها 90 درجة. إذا نقدر نقول أن ACE تساوي مقياس الزاوية 1 زائد مقياس الزاوية 2. إذا 90 درجة تساوي مقياس الزاوية 1 زائد مقياس الزاوية 2 من مسلمة جمع الزوايا. بالتعويض الآن، 90 يساوي مقياس الزاوية 1 2x زائد 7، مقياس الزاوية 2 3x زائد 13. بالتعويض الآن نجمع المتشابه 2x زائد 3x ب5x، 7 زائد 13 يساوي كم؟ 20. عشان نتخلص من العشرين بنقول بإضافة سالب 20 للطرفين، صار عندي 70 يساوي 5x. أقسم على معامل x 5، إذا x تساوي كم؟ 14. مطلوب مني أوجد مقياس الزاوية 1 ومقياس الزاوية 2، إذا راح نعوض في كل منهما بقيمة x تساوي 14. نجي للتعويض: مقياس الزاوية 1 يساوي 2x زائد 7، شيل x وحط قيمتها 14، 2 في 14 زائد 7 وتساوي 35. تعالي مقياس الزاوية 2، مقياس الزاوية 2 تساوي 3x زائد 13، إذا 3 في 14 زائد 13 تساوي 55. إذا لو جيت تأكدت وجمعتهم مع بعض راح تلاقي أنهم يساوي 90 درجة. سؤال جديد: في الشكل المجاور، إذا كان من G إلى J ومن J إلى H متطابقة، فأي عبارة مما يأتي صحيحة؟ الـ A FG ارتفاع للمثلث FGH، FG منصف للزاوية في المثلث، FG قطعة متوسطة، ولا FG عمودا منصفا؟ نلاحظ أن من F إلى J هذه نسميها قطعة متوسطة في المثلث FGH. كيف عرفت أنها قطعة متوسطة؟ بدأت من إحدى رؤوس المثلث وانتهت في نقطة منتصف الضلع المقابل لها، وقسمتها إلى جزئين متطابقة. GH تساوي من G إلى J وزائدا من J إلى H، إذا قسمتها إلى جزئين متطابقة. سؤال جديد: القطعة المستقيمة العمودية النازلة من إحدى الرؤوس إلى المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل لذلك الرأس أو امتداده هي عمود منصف، منصف زاوية، قطعة متوسطة أو ارتفاع مثلث. هذا التعريف هو تعريف لارتفاع المثلث. سؤال جديد: تسمى نقطة تلاقي القطعة المتوسطة بمركز المثلث. إذا الجواب الصحيح هو الجواب B. سؤال جديد: إذا كان JM، حددها مع بعض، ارتفاع للمثلث JLB، وكان مقياس الزاوية JMB يساوي 3x ناقصا 6، فأوجد قيمة x. راح نقول له 28، 32، 64 أو 90 درجة. بما أن JM ارتفاع للمثلث، إذن مقياس الزاوية JMB راح يساوي 90 درجة. إذا نعوض الآن، 3x ناقصا 6 راح تساوي 90، بإضافة موجب 6 إلى الطرفين، إذا 3x يساوي 96. أقسم الآن على 3 راح يطلع عندي أن قيمة x تساوي 32، إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا ملتقى الارتفاعات، وقلنا تتقاطع المستقيمات التي تحوي ارتفاعات أي مثلث في نقطة نسميها ملتقى الارتفاعات، إما أن تكون خارج المثلث أو على المثلث أو على إحدى أضلاع المثلث. وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.